أنا أغلب قصائدي وهواي يعني يسألون على هذا الموضوع من الناس اللي يتابعنا هجومي، يعني أنا عصبي أطلع عصبيتي بقصيدتي. شيراكي إنه هو الشاعر يحكي اللي يحس بيه يعني. أنت مبدع وجميل يا بعد راسي. يعني هذا السؤال ممكن يضوجك شوية، بس هي الناس يعني إذا تحب إذا إذا بقى بس هذا السؤال يضوجني جيد. يقولون انه مصطفى يعني اتخذ كلمة خالف تعرف. زين شنو خالفت حتى نعرف؟ يعني موضوع البشت على القاط. موضوع البشت على القاط لبسة موجودة، واعتقد تعرف الموضوع يعني هاي اللبسة يعني. لا لا أنا يعني كشعراء منو لابسها قبلك؟ كشعراء انا احبها شخصيا ولبستها، جبتها للشعر حلوة لطيفة. حلوة انا اشوفها حلوة، ولكن جاي اقول لك يقولون انه بس انا ما لبستها من هذا المنطلق يعني، يعني البسها حتى انعرف، بدليل ان الناس اليوم ما حافظه زي حافظه قصيدتي دل امها الغراض وشيله يمنه، حافظه شو ذالنا ما احب عليك شمالي موجوده صح بكل حاله صح. ما حافظ ما تنشر البشمال تنشر قصيدتي. طيب اليوم من تمشي بالشارع بدون بشت يعرفوك؟ مو مثل البشت صراحه. والله نعم يعني تعرف الناس يعني اكو شيء تميزت بيه. نعم تميزت بيه. مثل تحياتي لم محمد الطلقاني الف تحيه له ايضا. محمد الف تحيه له مشتاق له ايضا بالزي مالته بالقبعه بالقبعه. نعم صح تحياتي لمحمد.